FM. الكلمة ليك. احنا نحكيه على موضوع اثار الجدل في تونس وكأنه زوبعة في فنجان هكا رأى البعض مشكل عرض ميشيل بوجناح والتونسية الفرنسي من أصول تونسية يهودية وموقف الاتحاد من العرض ذا ودعوة الاتحاد إلى إلغاء ومقاطعة العرض ذا الأكثر آراء. معنا السيد روني ترابلسي صاحب وكالة أسفار ومنظم رحلات زيارة الكنيس الغريبة. مرحبا بك صباح الخير. صباح الخير ومرحبا بكم. كيفاش ترى الموضوع؟ هل هو موضوع تم تهويله أم موضوع يطرح نفسه اليوم ويرجعنا بتوالي المواضيع ممكن أكل عليها الدهر وشرب وتونس ما يش حاجة في أنه نحكيه في موضوع كي منك؟ ونأتو دابور كان تسلي تفضل. أنا وقت لي كلموني زملاء متاع كابا فان باش نتعدى اليوم معاكم جي بونسي بلوتو كو باش نحكيو على الفول إنوغرال متاع التبرقة اللي حطيناه دوبي لو 5 جويي. أول مرة معنا حلينا مطار تبرقة دوبي لونتون فيرمي افيك ان افيون تونيسير افيك دي باساجي توان باش نحكيو فيه الموضوع لكن جوست برك سيد روني خاطر الاحداث تفرض روحها ونحبوا ناخذوا معناتها موقف من عندك انت بما انه انت تونسي وتحمل الجنسية التونسية مهما كانت الديانة معنيش في بدك تعريف مسيحي ولا مسلم ولا يهودي دونك حاب نعرف موقفك انت كرجل عمل ناجح وقدمت الكثير للسياحة في تونس سلتو في جربة. انا قلت صراحة الكلام اللي قلته وانا اذكر كومبليتمون الكلام اللي قلته اللي هي حكاية بابي ميشيل بوجناح معنى حكاية كبيرة معنى تكبرت من غير حتى شيء. ميشيل بوجناح أظن الناس كل التوانسة الكل تشوف حتى في الريزو سوسيو وهوني في فرنسا معناها التوانسة الكل تحبه. التونسي الوحيد اللي هو في فرنسا وقت يتعدى أي إميسيون بوليتيك ولا فنية ولا سوسيال يتعدى فيها في التلفزيون الكبار كيما أوبن 2 تي إف 1 كانال بلوس الناس الكل شافت معناها الفاسون كيفاش يحكي على تونس وكيفاش يدافع على تونس وكيفاش معناها بكل ليبرتي وساعات ياخذ حساريس معناها على خاطر هو كيما يحكي كان على تونس وبالباهي سورتو وهذه ما فماش شخصيه اخرى معناها شخصيه اخرى في الخارج معناها تحكي وتدافع على تونس هكا. دوزيامون ميشيل بوجناح تونسي انا نقرا في دي كومونيكي في جايين من تونس معناها الناس تحكي على تطبيع ودرشون في تونسي أصله تونسي وبوه ابن طبيب معروف في تونس معروف من تونس وهو تونسي دخلنا في حياة بوكوا اون ديريف سو اوتر شوز وفنان ومن أكبر اليوم معناها في الخارج من أكبر فنان تونسي في الخارج نجم نقوله معناها بكل صراحة ألور الدرجة تعملت هي سي دوماج معناها ما عندها حتى قيمة أو بليس تعملت في مهرجان للناس الكل تحبه مهرجان كبير عالميا معناها وكل شيء دوزيامون احنا توا في كما قلت انت با كيستيون للرجوع التالي با كيستيون انا ديباسي تو سي زوبستاكل نتاع 2012 2013 اللي الحكايات هذوما كانوا ياخذوا بقعه كبيره ياسر والناس الكل على روكيزي تو سا وانت رجل سياحه سيد روني ترابلسي وصاحب وكاله اسفار ومنظم رحله زياره الكنيسه الغريبه معناتها هذا الصوره اللي تعطات للناس ما هذا يسيء زاد للتوانسه اذا كان يتم نشره على صفحات فيسبوكيه ولمجازين وحتى يحكيوا عليها في فرنسا يحكيوا عليها في بلدان اخرى معناتها ممكن يسيء معناتها للصوره نتاعنا بيشير يصيب الصورة التونس وبك اللي تحكي معناها أنا ما ظنش بكل صراحة بك طول رسبيك جدواء ورسبونسابل متاع الاتحاد معناها ما يزمناش نتاول الاتحاد في بارتي دو تريبل بيرسون من اللي خذاو جائزة نوبل السلام معناها سي تري امبورطون رباعي راعي الحوار فير اتونسيون دو كومونيكي وظنوا بكل صراحة في تونس اليوم وصل الوقت باش نقولوا ستوب وتجارة الأحزاب معناها عندنا ساعات نحبوا نهربوا من المشكلة
نبداو نتاجروا بحاجه اخرى اللهي والعباد بحاجه اخرى. وهذه جو بونس كو سي ديباسي سي بيريمي ماتش مربحه. اليوم قاعده في الطريق، اليوم تونس بكل صراحه قاعده في الطريق الباهي، قاعدين نمشيو نقدموا. الناس الكل قاعده تخزر في تونس دون فاسون ادميراتيف، من الخارج نحكي لك راهو ادميراتيف. التوانسه رجعلهم شويه امل. انا كنت في تبرقه ولامس ونقول لك كيفاش معناها السكان تبرقه كيفاش فرحوا بالفول اللي عملناه كل شيء. راهو الناس حاشتها بالامل، حاشتها بحاجات اخرى. وبور كيما نقولوا نو با تاردي انكور سور سو سوجي نتاع ميسال بوجاح اللي هو ان شاء الله يكون في تونس، والناس الكل ماذا بيه هم يزيدوا قالوا يقولوا معناها اللي تعبت السهريه التذاكر كلهم تباعوا، فما شكون طالب معناها باش يعمل ريبريزونتاسيون اخرى وكل شيء. اظن نحب كانك تسمح نعطي شكر خاص للسيد رئيس الجمهوريه باش قايد سبسي في الخطاب الندوه الصحفيه اللي عملها البارح مع رئيس الفلسطيني عباس. الكلام معقول برشا، معناها تصور معناها احنا قاعدين وبيبقى بلور رئيس الروا، معناها جاي عباس معناها يحكي لي هو يحب يناقش مع 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 اسرائيل ويحب يعمل علاقات ويحب يعمل زوج دولات، وتو قاعدين يلوجوا جوا الكابيتال وفما دي نيغوسياسيون مع امريكا، واحنا قاعدين معناه او بوبا اتر بلو روياليست كل رواسي. واضح نحن نغلق القوس وظن الديسكور متاع رئيس الجمهورية التونسية البارح عجبني برشا ونحب نشكر واترافير كافافير. نغلق القوس متاع ميشيل بوجناح، نحكيه على مطار تبرقة واللي كان معناتها مسكر وعاود حل مطار تبرقة ونفذ الغبار عنه، وإن شاء الله تتواصل الرحلات إلى مطار تبرقة ويتم إحياء المنطقة هذيك. كيفاش كانت الأجواء الأمبيونس متاع أول رحلة غادي؟ أجواء حلوة برشا نجم أقول لك، معناها الطيارة كانت معبية، كانت نجم أقوله فما 48 مسافر هبطوا في تبرقة والباقي كلهم هبطوا في جربة، خاصة الطيارة الباز متاعها جربة تكمل الطريقة الجربة. الاتيريساج نتاع الطياره كان معناها في احتفال بالاروزاج من لي بومبي نتاع مطار تبرقه لاريفي دو لافيون. كان من معناها الادارات كلهم كانوا موجودين، الوالي جندوبه والمعتمدين الكل نتاع الجهه كلهم كانوا موجودين، تونيسير كامله من البي دي جي من تو لي ديريكتور من افياسيون سيفيل، الناس الكل كانت موجوده، ديريكتور جينيرال نتاع لونتيتي كان موجود معناها، وسورتو لا سوسيتي سيفيل اللي تلا استقبال كبير بالغناء بال كيما يقولوها بالمشموم. الناس اللي هبطت فرحانه برشا، نسمعوا الكلام اللي قالوه معناها الناس اللي تسكن اوتور دو تبرقه كيفاش كانوا فرحانين بالفول هذا. يقولوا لي اليوم قبل اللي تعذبوا برشا باش يهبطوا في تونس ومن بعد ياخذوا لواج ولا ياخذوا كهرباء باش يهبطوا بها، والناس الكل تعرف فول ديريكت شويه ما بين تونس وتبرقه. اظن انا فرحان برشا اللي معناها جي اوفيرت الايروبور افيك سو فول لا. تبرقه انا تعجبني برشا، مشيت انا مرتين لكن تعجبني برشا وفيها بوتونسيال توريستيك انورم، معناها لي فياج كومبليتمون. ما تشوفهاش محرومه من جهه تبرقه؟ ما تشوفهاش محرومه جهه تبرقه من السياحه، من قلت انت بوتونسيال كبير في تبرقه موجود، لكن اكروزي مازلنا ما حيناهاش المنطقه هذيك. والله انا بالنسبه لي بتاتر نقول بتاتر يافي ان بروبليم سيكوريتير ولا بعد حاجه معناها الفوفيناج في لومبلاسمون، لكن انا البارح كنت في تبرقه ودرت فريمون شو اقول لك كتونسي مفتخر برشا بالبيزاج اللي عندنا في تبرقه ونشوف اللي معناها فارغه نجم تقول معناها انا بور موا يلزم لي جراند شين دوتيل يتسال تبرقه، الايروبور يلزم يكون محلول وكل يوم يجيو طيارات، يلزم فولونتي بوليتيك بيان سور خويا. ونعرفوا اللي تبرقه معناتها ريفيرونس نتاع الجاز في تونس ومهرجان جاز وقبله ثقافيه موسيقيه ممتازه. الطياره نتاعنا الطيارة كما قلتم بك هي عندنا توا 10 رحلات بروغرامية حتى لاخر سبتمبر كلها الاربع معناها من باريس الطيارة شرطات. الطيارة الجمعة الجاية معناها لدوز باش تكون معبية على تبرقة، وجمعة عملنا بروموسيون سبيسيال في اسبوع اللي فيه جاز، وعلمنا معناها السواح الكل اللي فما فيستيفال دو جاز في تبرقة، وباش الناس معناها عجبتهم الفكرة هذه. تبرقة قلت للزملاء نتاعكم الصحفيين اللي جاوا وقت يهبط الطياره قلت لهم راه تبرقة بور موا سا بو اتر
معناها قال لي زني فيتور إذا إحنا عنا فولونتي لو مونتي كارلو دو لا تونيزي كما نقولوا إحنا ساعات سوسة نقولوا سي لا كوت دازور تونيزيا ويتوتو معناها وحكينا حتى على إن زون فرانش معناها تنجم تكون إن زون أورتاكس معناها أوفشور تبرقة ونحب نأكد على حاجة هي اللي النزل اللي حلوا دينيرمون في تبرقة البرسونال في أمبوشي 95% من الجهة وهذا المطلوب وهذا المطلوب وكيل كيما ماجيك لايف حل جديد عنده 7 سنين متذكر جديد يخدم في 250 خدام في النظر 95% من البرسونال أمبوشي كله من الريجيون وهذا علاقة استثمار وتفاعل بين استثمار والتنمية هذا هو الحشنة بي لوتيل سيقال اللي هو معناه نجم قوله من 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 أحسن نزول في تونس يخدم في 43 خدام معناه تطور معناه نزيده النزول ونحلو خطر فما نزول ومنسكرين وتقوى السياحة في الجهة معناه اللوتو متاع اللومبوش متاع لومبلوات ودعوة للتوانسة اللي البرة يزوروا تبرقة عبر الرحلات هذه اللي تمشي للتبرقة كيف كيف أصدقاء التوانسة الموجودين غادي وانتم كيف كيف وكالات الأسفار اللي تشجع على السياحة غادي شكرا لك سيد روني ترابلسي صاحب وكالة أسفار ومنظم رحلات زيارة كنيسة الغريبة على دخلكم معنا بالتليفون كابا فان الكلمة ليك